أهلا بكم. قام رئيس الأساقفة بير باتيستيا باتسبالا المدبر الرسولي للبطريركية اللاتينية في القدس بزيارة رسمية تعد الأولى إلى مدينة السلط. التقى خلالها أبناء الرعية في كنيسة انتقال السيدة العذراء للاتين وعددا من أعيان ونواب ووجهاء المدينة. تفاصيل أوفى حول هذه الزيارة في التقرير التالي. كانت مدينة السلط وأبناؤها ووجهاؤها ورعية اللاتين فيها على موعد مع ضيفها الكبير رئيس الأساقفة المدبر الرسولي للبطريركية اللاتينية في القدس بير باتيستا باتسابالا الذي زار المدينة لأول مرة بهدف تفقد أبناء الرعية وأحوالهم ومتطلباتهم. رافقه فيها المطران ويليام الشوملي مطران اللاتين في الأردن وأمين سر البطريركية الأب إبراهيم شوملي والأب جوزيف سويس ولفيف من الآباء الكهنة. ولدى وصول الموكب كان في الاستقبال راعي كنيسة اللاتين الأب رياض حجازين وعدد من كهنة المنطقة والراهبات اللواتي يخدمن الكنيسة من راهبات الوردية وسيدات الأخوية المريمية ومديرة مكتب فضائية نورساة الأردن الدكتورة باسمة السمعان، إضافة إلى عدد من أهالي المدينة وأبناء الرعية بمشاركة كشافة رعية يسوع الملك المصدار. واصطحب كاهن الرعية الأب حجازين المدبر الرسولي في زيارة لمزار القديسة ماري ألفونسين مؤسسة رهبنة الوردية المقدسة، حيث التقى بالراهبات وعدد من أعضاء الأخوية المريمية وأبدى إعجابه بالمكان، شاكرا عائلة الدكتورة السمعان على تبرعها السخي لمزار القديسة ألفونسين. ثم قرعت أجراس الكنيسة وسط ترانيم دينية استعدادا للاحتفال بالقداس الإلهي. وخلال القداس ألقى الأب حجازين كلمة رحب فيها برئيس الأساقفة وبالحضور الكرام، ثم تحدث عن رعية السلط وعن العلاقة القوية والمتينة التي تجمع أبناء المدينة مسيحيين ومسلمين. فالسلط بمسلميها ومسيحيها تطالب ببناء مدرسة وكنيسة في أرض السر المدخل الرئيسي لمدينة السلط، لأنهم على يقين من أهمية هذه المدرسة في خلق جو من الإخاء والمحبة بين جميع السكان على مختلف معتقداتهم. وفي العظة تحدث المطران الشوملي فقال إن الكنيسة تحتفل بعيد يوحنا المعمدان، هذا القديس الذي نتعلم منه العديد من الصفات، منها أن نشكر الله دائما على كل نعمة فهو يهتم ويعتني بنا باستمرار، مضيفا أن الإنسان المتواضع يبقى محبوبا من الرب والناس، داعيا الجميع إلى الجرأة في قول الحقيقة. إخوتي وأخواتي، الحقيقة شيء جميل. الحقيقة هي الله، الحقيقة هي التطابق بين القول والعمل، الحقيقة أكثر من ذلك هي التطابق بين الفكر والقول والعمل، والحقيقة أكثر من ذلك هي التطابق بين الإيمان والفكر والقول والعمل. وفي نهاية القداس قدم المدبر الرسولي الشكر لكاهن الرعية وللراهبات ولجميع المؤمنين على الحفاوة والتكريم التي وجدها في مدينة السلط. في البداية بحب أحكي إنه مدرسة السلط، مدرسة اللاتين، هي أقدم مدرسة من حيث النشأة في شرق الأردن. أنشئت هذه المدرسة عام 1869، وأيضاً رعية السلط، رعية اللاتين الكاثوليك في السلط، هي أقدم رعية في شرق الأردن. والآن نظراً لما تقوم به بلدية السلط من مشروع لتطوير وسط المدينة التراثي، كان هناك داعي لهدم مدرسة السلط القديمة لإبراز المعمار والتراث في السلط، لأن مدينة السلط بجميع طوائفها ومشاربها ومنابتها بحاجة إلى هذا المشروع. هذا المشروع لا يخدم فقط طائفة اللاتين وفقط المسيحيين في السلط، ويخدم أبناء السلط كافة ثقافيا ودينيا وتربويا.